Egypt. I'm from Egypt. منصورة بلاس. مركز بلاس. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري. الراجل ده تسبب في إن الطيارة قطعت رحلتها فجأة وعملت هبوط اضطراري في إيطاليا بدل ما كانت هتيجي مصر. I'm from Egypt. I'm from Egypt. منصورة بلاس. مركز بلاس. كل ده بسبب ورقة صغيرة كان شايلها في جيبه. يا ترى سر الورقة اللي خلت كل الناس خافت منه بالشكل ده هو كان كاتب فيها ايه علشان الطيارة تلغي رحلتها فورا، وازاي الراجل المصري قدر يخلي الطيار ينهي رحلته ويقف فجأة. وقع غريبة مش ممكن تخطر على بال حد حصلت احداثها على متن طائرة كانت جاية من فرنسا لمصر. القصة بدأت بان الطيارة كانت ماشية في مسارها عادي، وفجأة الراكب المصري حس بتعب شديد وطلب من اللي حواليه ان هم يجيبوا له العلاج. ولما جابوا له الدواء كان المفروض يمضي على ورقة انه اخد العلاج على مسؤوليته، لكن لما جه يديهم الورقة لقيوا كلمة غريبة مكتوبة على الورقة. الورقة دي كان مكتوب عليها عبارة احب الله. الجملة دي اثارت شكوك كل اللي حواليه، افتكروا ان الشاب ده ممكن يعمل هجوم او يسرق الناس اللي في الطيارة، لان الكلمة مش في موضعها خالص ولا تعتبر رد على اي كلام اتوجه للشاب في الموقف ده. الطيار اخد قرار مفاجئ بتغيير مكان هبوط الطائرة، وبدل ما الطيارة توصل مصر نزلت في مطار ايطاليا. وبمجرد ما الشاب وصل مطار ايطاليا الشرطة قبضت عليه علشان تعرف ايه قصته، لكن الشاب قعد يصرخ ويقول ان هو ما عملش حاجة، انا شاب مصري وما عملتش اي مشاكل، انا من بلقاس قرية عصفور وكنت محتاج مساعدة. وبعد فحص متعلقاته اتضح ان هو بريء. الشاب ده تصدر الترند على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت علشان الواقع غريبة من نوعها لدرجة انها شبه قصص الافلام. كل الناس بتسأل من هو الشاب المصري اللي تسبب في هبوط الطيارة اضطراريا. في ناس كتيرة تداولوا الواقع على سبيل الفكاهة والمزاح، وفي ناس شبهوا الموقف بالمواقف اللي حصلت مع الفنان محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم، وده من اول ما وصل المطار لان قصة الشاب احداثها متشابهة مع احداث الفيلم. الشاب ده اسمه محمود احمد من قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. سافر لايطاليا علشان يشتغل، وبعدها سافر فرنسا علشان يشتغل برضه، وزي شباب كتير من اللي في سنه حس بالغربة وقرر يرجع بلده ويقعد وسط اهله بعد ما اشتغل فترة من الزمن. ولما قرر يرجع لبلده مصر ما كانش عارف اللي هيحصل له في الطيارة، فاللي حصل ما كانش يخطر على بال حد، ولسه لحد دلوقتي ما حدش يعرف هو ليه كان كاتب الجملة دي في الورقة، ومحدش يعرف هل هو قصد فعلا إثارة الجدل ولا كان تعبان عادي وطلب العلاج. ايه رأيكم في اللي عمله الشاب ده؟ شاركونا الرأي.